الرجل هو عالم فيزياء اسمه روبرت أوبنهايمر، وهو يعتبر أبو القنبلة النووية. كثيرين يعتبرون العالم الأكثر تأثيراً على العالم لأن اختراعه للقنبلة النووية غير مسار الحروب للأبد. أي حرب ممكن تقوم اليوم بين القوى العظمى ممكن تكون الحرب الأخيرة، ممكن تكون نهاية العالم، والسبب هو اختراعه للقنبلة النووية. والبشرية شافت قوة السلاح الفتاك هذا لما أمريكا أسقطت القنبلتين النوويتين على اليابان. قنبلتين بس انهت حياة مئات الآلاف من البشر في غمضة عين. فكيف انت كإنسان ممكن تعيش حياتك وانت عارف انك اخترعت هالشيء اللي أزهق كل هالأرواح وسبب كل هالدمار، الشيء اللي ممكن حرفيا يدمر العالم في يوم من الأيام؟ أوبنهايمر قال مرة في اقتباس شهير: أنا صرت الموت، مدمر العوالم. Now I am become death, the destroyer of worlds. السلام عليكم، معكم بدر. تريد تتعلم انجليزي في 30 يوم من مصدر موثوق يعلمك صح ويعطيك خطة متكاملة وكل هذا مجانا؟ دليلك للانجليش راعي فيديو اليوم يقدم لك هالفرصة. ادخل على الرابط اللي موجود تحت، سجل اسمك وايميلك ومستواك وراح يرسلوا لك على الايميل خطة تفاعلية متكاملة مدتها 30 يوم مفصلة على مستواك. كل يوم عندك مهمة تحتاج تخصص لها ساعة من وقتك، وكل مهمة مقسمة بحسب اليوم تقدر تنقر عليها وبتاخذك لصفحة الدرس. انت بس اتبع هذه الخطة وراح تنفك أزمة الإنجليزي عندك بأسرع وقت. أنا كنت واحد أعاني في اللغة الإنجليزية وما تجاوزت عقدتها إلا بعد ما تعلمت من المصادر الصح، المصادر اللي تخليك تتفاعل مع المادة، تقدر تتعلم ذاتيا، وهذه هي المصادر والدروس اللي يوفر لك إياها دليلك للإنجليش. والموضوع مجاني يا جماعة الخير، فلا تضيعوا الفرصة، اضغطوا على الرابط اللي تحت وسجلوا الحين. روبرت أوبنهايمر يمكن سمعتوا باسمه من قبل، والأكيد أنكم راح تسمعون عنه أكثر خلال هالفترة. ليش؟ لأنه في فيلم كبير راح ينزل عنه، أو يمكن أعتقد نزل أوريدي لما أنا أنشر هالفيديو. فالفيلم هو السبب اللي ألهمني أني أتكلم عن هالموضوع، خصوصا أنه من إخراج وكتابة مخرجي المفضل كريستوفر نولان اللي أخرج ثلاثية The Dark Knight وإنسبشن وإنترستيلر وغيرها. مخرج كل أفلام خرافية بصراحة، فأتوقع أن فيلم أوبنهايمر بعد بيكون شيء جبار. وقلت بما أن الفيلم مسوي ضجة وموضوعه يعني يتماشى مع مواضيع القناة وما أني أنا أحب المخرج هذا، فخلنا نسوي موضوع عن قصة أوبنهايمر، كيف اخترع القنبلة النووية، كيف صارت الأحداث هذه، وشو اللي صار في العالم وكيف تغير من بعد هالحدث. أوبنهايمر انولد في سنة 1904. في هذيك الفترة العالم كان يشهد ثورة في مجالات العلوم والاختراعات، الكهرباء، السيارات، الطيارات، كلها كانت أشياء جديدة على العالم، وكل شوي يطلع اختراع جديد يغير حياة البشر. فكثير من الناس كانوا يتجهون لدراسة مجالات العلوم، وأوبنهايمر من صغره كان ذكي، وأبوه شجعه بقوة أنه يتجه لدراسة العلوم، وأبوه كان رجل أعمال غني مقتدر، فكان يقدر يدعمه. وبالمناسبة أبوه كان مهاجر ألماني جاء لأمريكا من ألمانيا، فيعني أوبنهايمر أصله ألماني، ألمانيا اللي بعدين قيادة هتلر راح تصير عدوة أمريكا في الحرب العالمية الثانية، واللي كان السبب الرئيسي وراء سعي الأمريكان أنهم يخترعون القنبلة النووية من الأساس. فيعني أوبنهايمر اللي راح يخترع القنبلة النووية لأمريكا عشان تحارب فيها ألمانيا كان هو بنفسه أصلا ألماني. المهم عشان ما نستبق الأحداث، أوبنهايمر دخل لجامعة كامبريدج في بريطانيا سنة 1925. طبعا كامبريدج جامعة معروفة، واحدة من أقوى وأعرق الجامعات في العالم على مدى التاريخ، فكانوا فيها أساتذة وعلماء فيزياء من الأفضل في العالم، فالمفروض يعني أن أوبنهايمر يحصل هني البيئة المثالية له عشان يزدهر ويبدع. لكن على العكس المتوقع بداياته في هالجامعة كانت سيئة. السبب الرئيسي كان لأن أسلوب التدريس في هالجامعة يعتمد بشكل رئيسي على المنهج التجريبي والتطبيقي، يعني يخلون الطلاب يتعلمون بالتجارب، ومن وجهة نظري بصراحة يعني هذا هو المنهج الصح، المفروض الواحد يتعلم بالتطبيق. لكن أوبنهايمر كان سيء في الجانب هذا، سيء جدا، ما كان يحب التجارب ولا يحب التطبيق، يحب الأشياء النظرية. فعاش أوبنهايمر في هذيك الجامعة واحدة من أسوأ الفترات اللي عاشها في حياته، كان حتى يكره زملائه وأساتذته، وكان ينام في غرفته آخر الليل متكور على نفسه وهو يئن بصوت عالي من الاكتئاب، وهالشيء كان بشهادة زملائه. تخيلوا أن الموضوع وصل لدرجة أنه في مرة من المرات دس السم في تفاحة
لواحد من أساتذته، أستاذ كان يكرهه بشكل مجنون. لحسن حظه أن الأستاذ ما أكل التفاحة، بس هالشي انكشف بعدين، وحتى استدعوا أبوه للجامعة. ولحسن حظه بعد أن أبوه كان إنسان غني، فقدر أنه يدفع للجامعة والأستاذ تبرعات تغنيهم من أنهم يلاحقونه قانونيا أو يشتكون عليه عند الشرطة. هالقصة تحسها خيالية بس صارت باعتراف أوبنهايمر ذات نفسه. المهم في السنة اللي بعدها سنة 1926 أوبنهايمر انتقل لجامعة ثانية، انتقل لجامعة غوتينغن في ألمانيا، رجع لبلد الأصلي عشان يدرس البلد اللي بيحاربه بعدين، وهناك ركز على دراسة الفيزياء النظرية وفيزياء الكم اللي تهتم بدراسة سلوك المادة والضوء والذرات والطاقة والأمور هذه كلها اللي راح بعدين تساهم بشكل كبير في اختراع القنبلة النووية. الجامعة الألمانية هذه اللي درس فيها أوبنهايمر بعد كانت جامعة كبيرة ويدرسون فيها أقوى العلماء الألمان. تخيلوا أن واحد من زملاء أوبنهايمر في الجامعة كان فيرنر هايزنبرغ، وهذا بالمناسبة هو العالم اللي أخذ والتر وايت اسمه في مسلسل بريكن باد. فهايزنبرغ هذا هو بعد راح يصير عالم فيزياء كبير، وبعدين راح يقود الجهود الألمانية في صناعة القنبلة النووية. يعني هو أوبنهايمر الحين زملاء وأصدقاء في نفس الجامعة، بس بعد 15 سنة في الحرب العالمية الثانية راح يصيرون خصوم، وكل واحد راح يسابق الثاني عشان يوصل للقنبلة النووية. أوبنهايمر يشتغل تحت الراية الأمريكية، وهايزنبرغ يشتغل تحت الراية الألمانية. فدرس أوبنهايمر في هذيك الجامعة الألمانية، وطبعا كان مستانس لأنه يدرس فيزياء نظرية بدون تجارب والأمور هذه اللي ما كان يحبها. فبدع وتفوق وكان تلميذ عبقري بشهادة كل أساتذته، حتى ثقته بنفسه صارت فوق. طريقة لبسه، وقفته، كلامه، كلها تغيرت في هذه الفترة، وصار شخص مختلف تماما. تخرج أوبنهايمر من الجامعة وعمره 23 سنة بشهادة PhD، أعلى شهادة أكاديمية ممكن الواحد يحصلها، ورجع لأمريكا واشتغل كبروفيسور في المجال الأكاديمي. مرت السنين والحين وصلنا للثلاثينات من القرن العشرين. وقتها الأمريكان ومن ضمنهم أوبنهايمر طبعا كانوا يتابعون التطورات في أوروبا وصعود قوة هتلر وألمانيا النازية. كانوا حتى يتجمعون في قاعات السينما المحلية ويتابعون بخوف مع بعض. هتلر أحكم قبضته على الحكم والقوة العسكرية في ألمانيا، والحزب النازي صار هو الحزب الحاكم والمسيطر. وطول هذيك السنين ظل الوضع يتوتر أكثر وأكثر، ألين ما بدت الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 لما ألمانيا غزت بولندا، الشيء اللي أدى لحروب متتابعة في أوروبا. وقتها أوبنهايمر كان بروفيسور في جامعة كاليفورنيا. ففي نفس هذيك السنة اللي بدت فيها الحرب العالمية الثانية، وفي يوم من الأيام واحد من طلابه جاي يركض عشان يخبره بخبر صادم. قال له إن تم اكتشاف الانشطار النووي، والعلماء اللي اكتشفوه كانوا ألمان. أوبنهايمر ما كان مصدق الخبر، كان مصدوم، لأن كثير من العلماء وقتها كانوا يعتبرون الانشطار النووي شيء مستحيل أو حلم بعيد المنال. حتى أينشتاين وقتها اللي هو عالم عصره في الفيزياء كان مستبعد أن الانشطار النووي والحصول على الطاقة النووية شيء ممكن، كان يقول أن هالشيء ما راح يتحقق. احنا ما بندخل في تفاصيل شو هو الانشطار النووي، اللي يريد درس في الفيزياء يروح يبحث، لكن عشان اختصر لكم الموضوع، هو عملية شطر نواة الذرة عن طريق ضربها بالنيوترون. ومادة مثل اليورانيوم اللي تستخدم في إنتاج الطاقة النووية ممكن تضرب نواتها بالنيوترون فتنشطر النواة وتطلع لك نيوترونين جدد، والنيوترونين الجدد هذي له يضرب النواتين لذرتين يورانيوم مختلفات، ويظل هذا التفاعل مستمر، يشطر الذرة ورا الثانية، وكل ذرة تنشطر تولد كمية طاقة ضخمة. هذا التفاعل يسمونه التفاعل النووي المتسلسل Nuclear Chain Reaction، وينتج عنه أضعاف ملايين الطاقة اللي ممكن تنتج عن أي تفاعل كيميائي ثاني. أضعاف ملايين الطاقة، شيء مجنون. فالحين أوبنهايمر جاء تلميذه يركض عليه عشان يخبره أنه والله في علماء ألمان اكتشفوا هالشيء، قدروا يسوون الانشطار النووي، الشيء اللي كانوا كثير من العلماء يعتقدون أنه مستحيل أو ما راح يصير. فركض أوبنهايمر على السبورة السوداء اللي عنده وبدأ يكتب بعض المعادلات والحسابات الرياضية، يريد يعرف حجم المصيبة اللي هم قدامها. وبسرعة استوعب أنه ممكن يتم استخدام الانشطار النووي هذا لصنع طاقة مهولة، طاقة ممكن تحرك طيارات والقطارات والسفن والغواصات الضخمة، طاقة ممكن تصنع لنا كهرباء، بس بعد طاقة ممكن تسبب كوارث، ممكن تستخدم في صنع قنابل وأسلحة دمار شامل ما شاف لها العالم مثيل. والمصيبة بالنسبة لهم أن اكتشاف الانشطار النووي هذا صار في ألمانيا، علماء ألمان
هم اللي اكتشفوه. ألمانيا اللي حاليا قاعدة تغزو بولندا وتحارب معظم الدول الأوروبية، وهي بعد عدو مباشر لأمريكا. باختصار، في الحرب العالمية الثانية كان في تحالفين يحاربون بعض. الطرف الأول هو تحالف دول الحلفاء، واللي كان بقيادة بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي. أيوة، أمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا حلفاء وقتها، نظام عدو عدوي صديقي. وعلى الطرف الثاني كان تحالف دول المحور بقيادة ألمانيا وإيطاليا واليابان. فلما الأمريكان عرفوا أن الألمان اكتشفوا الانشطار النووي، على طول انجنوا. إذا قدروا الألمان يصنعون أسلحة نووية قبلهم، راح تنتهي الحرب ويمكن ينتهي العالم بعد. اللي يوصل للسلاح النووي قبل هو اللي راح ينتصر في هالحرب، هو اللي راح يسيطر على العالم. ومن هني بدأت القيادة الأمريكية تجهز علمائها وتضخ فلوسها وكل مواردها في سبيل أن أمريكا تكون أول دولة توصل للقوة النووية. وفي سنة 1942، في أوج الحرب العالمية الثانية، تم إطلاق مشروع سري سموه مشروع منهاتن. الهدف من هذا المشروع هو صناعة قنبلة نووية. اللي ماسك المشروع طبعا كان الجيش، وكان بقيادة جنرال اسمه الجنرال جروفز. الجنرال هذا كانت مهمته تعيين العلماء اللي راح يقودون المشروع من الناحية العلمية، وكان لازم يعين عالم واحد منهم كقائد للعملية هذه، عالم يقود الجانب العلمي والتجريبي من المشروع. فبدأ الجنرال يلتقي بالرموز الكبيرة في المجتمع العلمي، التقى بعلماء الفيزياء والكيمياء والمهندسين، وواحد من اللي تعرف عليهم كان أوبنهايمر. الجنرال جروفز بمجرد ما التقى بأوبنهايمر ارتاح له. كل العلماء الثانيين ما كانوا قادرين يوصلوا للأفكار العلمية اللي في راسهم بشكل واضح، لكن أوبنهايمر على عكسهم، يمكن لأنه كان أستاذ وبروفيسور، قدر يشرح للجنرال بطريقة علمية مبسطة شو هدفهم وشو اللي يقدرون يسوونه عشان يوصلون للهدف هذا. فالجنرال لما شاف قدامه واحد فاهم ويشرح له بسهولة، قال له خلاص انت قائد هذا المشروع. وبكذا صار أوبنهايمر هو العالم المسؤول عن تصنيع القنبلة الذرية، وهالشي كان مفاجأة لكثير من الناس خصوصا في الوسط العلمي. أوبنهايمر كان بدون شك عالم فذ، وكان ذكي وفاهم، ما حد كان ينكر هالشي. بس في نفس الوقت ما كان شخص عنده انجازات، ما كان معروف انه سوى شيء عظيم قبل هذا، فليش وقع الاختيار عليه مع انه في خيارات ثانية؟ لو بعد فوق هذا، أوبنهايمر ما كان يحب التجارب، ما كان يحب يقعد في المختبر ويجرب ويسوي، كان يحب الشغل النظري أكثر. وعملية اختراع القنبلة النووية أكيد أنها بتكون شغلة عملية أكثر من أنها نظرية. بس على كل حال، خلاص الجنرال مع أنه تلقى انتقادات بسبب اختياره، لكنه أصر على الجميع أن أوبنهايمر هو اللي راح يقود المشروع، وهذا قرار النهائي. أوبنهايمر طبعا كان موافق ويريد ياخذ الدور، فخلاص انطلقوا في المشروع على هذا الاساس. الخطوه اللي بعدها كانت انهم يحصلون مكان مخصص لتصميم وصناعه واختبار القنبله النوويه. المكان هذا لازم يكون بعيد ونائي عشان المشروع يظل سري، وبعد عشان ما يكون في خطر على المدنيين، في النهايه هم يريدون يصنعون قنابل مدمره. فوقع الاختيار على صحراء ولايه نيو مكسيكو، وبالتحديد في منطقه اسمها لوس الموس، منطقه ضخمه شاسعة وأهم شيء فاضية. وفجأة بين ليلة وضحاها آلاف الناس زحفوا للمنطقة هذه بقيادة الجيش، عمال ومعماريين وبنائين، مهمتهم إنهم يبنون مدينة راح يعيشون فيها الناس اللي راح يشتغلون على المشروع. المدينة هذه لازم تكون متكاملة، فيها مختبرات وبيوت ومستشفى وحتى مدرسة، لأن عائلات كاملة من العلماء والمهندسين راح ينتقلون لهالمنطقة، والله أعلم مدة الفترة اللي راح يحتاجون يقضونها هني عشان ينجزون المهمة. خلال هذه الأشهر اللي كانت المدينة تنبني فيها، أوبنهايمر كانت مهمته إنه يجمع أفضل العلماء والعقول في البلد ويقنعهم يشتغلون وياه. من حسن حظه إنه كانت في كمية كبيرة من العلماء في أمريكا وقتها، خصوصا إن الحرب كانت مولعة في أوروبا، فكثير من العلماء وعلى رأسهم أينشتاين نزحوا لأمريكا، وكثير منهم بعد كانوا ألمان مثل أينشتاين. فأمريكا قدرت وقتها أن تستقطب أقوى العقول الألمانية، لأن هذين العلماء ما كانوا متفقين مع توجهات الحركة النازية وزعيم هتلر، ولما حصلوا الفرصة أنهم يهربون هربوا. فصاروا في عشرات وحتى مئات من العلماء المناسبين جداً لمشروع القنبلة النووية. فكان أوبنهايمر يروح بنفسه لكثير منهم عشان يقنعهم ينضموا له، لكن في نفس الوقت ما كان يقدر يخبرهم أو يقولهم شو هو المشروع بالضبط، لأنه مشروع سري. فشو كان يقولهم؟ كان يقولهم أن هذا المشروع إذا نجحنا فيه راح يغير مسار الحرب وينهيها، ويمكن حتى ينهي كل الحروب للأبد. راح نغير مسار البشرية ونسوي شيء ما سوى واحد قبلنا في التاريخ. فكانوا لما يسمعون كلامه
تغريهم الفكرة، يريدون يكونون جزء من هذا المشروع العظيم اللي بيغير العالم. وأوبنهايمر سمعته وطريقة كلامه وأسلوبه كانت تخليهم ينجذبوا له، فكان نوعا ما عنده مهارات قيادية. وبعد ما خلصت مرحلة التجنيد انتقلوا آلاف الناس لموقع المشروع في صحراء نيو مكسيكو في منطقة لوس ألموس في المدينة الجديدة هذه اللي بنوها من الصفر خصيصا للمشروع. علماء ومهندسين وعاملين وموظفين كلهم انتقلوا هم وعائلاتهم للمدينة هذه. عشان كذا مثل ما قلنا بنوا في هالمدينة مستشفى ومدرسة وكل المرافق اللي ممكن تحتاجها العائلات. حتى أوبنهايمر نفسه كانت عنده عائلة، كان متزوج وعنده ولد لما انتقل للمدينة هذه، وخلال فترة شغلهم على المشروع جاب بنت بعد. يعني الجماعة كانوا عارفين انهم بيقعدون هني لفترة، ما كان مشروع سهل ممكن يخلص بسرعة. العلماء وعلى راسهم أوبنهايمر كانوا يشتغلون في مختبراتهم ليل بالنهار عشان يوصلون للقنبلة النووية قبل أعدائهم الألمان اللي كانوا هم بعد شغالين على المشروع هذا بقيادة هايزنبرغ اللي مثل ما قلنا كان زميل أوبنهايمر في الجامعة. فالحين قاعدين يتسابقون منو منهم يوصل للقنبلة النووية أول، واللي يوصل لها فهو بدون شك راح يكون الطرف المنتصر في الحرب. مرت سنتين على بداية المشروع، وصلنا لسنة 1944. المشروع وقتها كان يمر بكثير من الصعوبات، كانت في كثير مشاكل وعوائق تواجههم في التجارب. ما راح ندخل في التفاصيل العلمية، لكن بشكل عام كانوا ما عارفين شو شكل القنبلة النووية اللي يريدون يصنعونها، كيف راح تكون آلية عملها، هل يستخدمون مادة اليورانيوم ولا البلوتونيوم. فكروا بعدة أشكال وعدة نماذج للقنبلة هذه، لكن كل مرة كل ما فكروا بشكل أو طريقة كانت تواجههم مشاكل جديدة. القنبلة هذه عشان تنجح تحتاج ان مليون شيء ومليون عنصر يشتغلون بتناسق وبطريقة صح مع بعض، اذا في اي عنصر فشل القنبلة كلها تفشل. المشروع كان صعب ومعقد لدرجة ان أوبنهايمر جاء اكتئاب وكان يفكر يستقيل ويترك المشروع كله، لكن الناس اللي حوله قالوا له لا احنا ماشيين ولازم نكمل المشروع مهما كان. فاقتنع أوبنهايمر وكمل، وظل هو اللي وياه يحاولون المحاولة ورا الثانية. بس الشيء الصعب انهم كانوا كل ما واجهوا مشكلة وحلوها تطلع لهم 10 مشاكل غيرها، فالوضع والعملية هذه كانت مرهقة. واللي يزيد الارهاق والقلق اكثر انهم خايفين نظرائهم في الطرف الثاني الطرف الالماني كانوا سابقينهم، فكانوا يشتغلون باستعجال وفزع، وهالشيء أثر عليهم وعلى شغلهم بشكل سلبي. رغم كل هالصعوبات أخيرا وصلوا لشكل أو نموذج القنبلة النووية اللي يريدون يسوونه، اعتقدوا أن هذا هو النموذج اللي راح ينجح. الفكرة كانت أنهم يسوون كرة صغيرة مضغوطة من مادة البلوتونيوم النووية، كرة صغيرة قطرها ما يتجاوز 9 سنتي بحجم كرة البيسبول، بس طبعا وزنها كان ثقيل لأن البلوتونيوم معدن كثيف. والكرة هذه تكون محاوطة بمتفجرات قوية من كل الجوانب، ولما تنفجر الانفجار راح يروح للداخل، فيضغط الانفجار على كرة البلوتونيوم ويخلي أنوية ذراتها تبدأ تنشطر. ومثل ما قلنا في المواد النووية كل ذرة تنشطر تشطر ذرتين غيرها، فيصير التفاعل النووي المتسلسل اللي تنتج عنه طاقة مجنونة فيعطينا الانفجار النووي. سبحان الله كيف مادة صغيرة كرة بحجم كرة البيسبول ممكن تولد كمية طاقة وانفجار هائل مثل هذا. بس خلونا ما نستبق الأحداث، بعدها كل الأمور هذه نظرية عندهم، ما شافوا الانفجار النووي بعيونهم. وبعدها القنبلة أو النموذج هذا عشان يتطبق يحتاج شغل وتجارب كثيرة في المختبر، بس خلاص هذا هو النموذج اللي حطوه في بالهم إنه ممكن يكون الأنجح، يسمونه نموذج الإمبلوجن. وصلنا لسنة 1945 وبالتحديد لشهر أبريل. هذا الشهر صارت فيه أشياء كثيرة. أول شيء الرئيس الأمريكي وقتها فرانكلين روزفلت مات، وبعدها بكم أسبوع مات وراه هتلر، انتحر لأن خلاص قوات التحالف هزمت جيشه والحزب النازي انهار واستسلمت ألمانيا لقوات الحلفاء. وفجأة خلاص سباق القنبلة النووية انتهى لأن الطرف الثاني اللي هو ألمانيا ما صار موجود أصلا، ما صار يتسابق. هل هالشيء معناه أن الأمريكان راح يوقفون مشروع القنبلة النووية؟ طبعا لا، القنبلة هذه لازم تتم، كانت السلاح
اللي بيضمن لأمريكا التفوق على العالم، وكانوا يريدون يستخدمون هالقنبلة عشان يستعرضون للعالم مدى قوتهم، ولازال عندهم هدف مناسب ممكن يستخدمونها عليه قدامهم عدو شرس بعدهم ما تخلصوا منه، واللي هو اليابان اللي كانت حليفة ألمانيا قبل ما تنهار ألمانيا وتستسلم. فاليابان وأمريكا كانت الحرب بينهم مشتعلة، كل واحد يضرب في الثاني بكل ما عنده، ما في أي اعتبار لمدنيين أو عسكريين، الكل هدف حرب مفتوحة. لكن قوة أمريكا العسكرية كانت أكبر بكثير، وكانت اليابان قاعدة تنهزم، ما كان في شك في هالشيء. والغارات الأمريكية على اليابان كانت ما ترحم، ينزلون عليهم قنابل ليل بنهار، معظم المدن اليابانية تدمرت. لكن اليابانيين كانت عندهم نزعة وطنية عجيبة، مهما كانت خسائرهم ومهما كان واضح أنهم قاعدين ينهزمون كانوا يرفضون الاستسلام. وهني بذكركم قصة الجندي الياباني اللي حكيت لكم قصته في فيديو سابق، الجندي اللي ظل يحارب 30 سنة بعد ما انتهت الحرب لأنه يحسب أن الحرب بعدها مستمرة. هذا كان الكابوس اللي واجه أمريكا، اليابانيين مستعدين يموتون واحد ورا الثاني ولا يستسلمون للعدو، وهالشي كان يكبد أمريكا خسائر بآلاف الجنود. صح خسائر اليابانيين كانت أكبر بكثير، بس هم راضين يستسلمون وأمريكا ما مستعدة تجاريهم وتتحمل كل هالخسائر. فأمريكا كانت تواقة أنها تستخدم قنبلتها النووية عليهم، حتى اليابانيين راح يستسلمون لما يشوفون سلاح يبيد مئات الآلاف منهم في ثواني. فالسلطات الأمريكية وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الجديد ترومان دفعوا أكثر باتجاه إنهاء مشروع القنبلة النووية. أوبنهايمر نفسه كان مؤيد بشدة لاستخدام القنبلة النووية، كان يريد هالشيء، يريد العالم يشوف مدى قوة وفتك هالسلاح. وكانت عنده فلسفة عجيبة وغريبة بهالخصوص، ما كانت فلسفته انه يريد يشوف دمار، فلسفته كانت ان القنبلة النووية ممكن تكون السلاح المدمر اللي يصنع السلام. كيف يعني؟ أوبنهايمر كان عارف ان امريكا ما بتظل الدولة الوحيدة اللي عندها القنبلة النووية، لو نجحهم فالدول الثانية راح تلحقهم عاجلا او اجلا. فلو العالم بعيونهم شافوا مدى القوة الفتاكة للقنبلة هذه، الكل راح يخاف انه يدخل في حرب مرة ثانية. فامتلاك العالم للقوة المدمرة هذه من وجهة نظره ممكن يكون السبيل للسلام الدائم والبعد عن الحروب تماما، لأن كل القوى العظمى راح تعرف أن أي حرب ثانية معناها الدمار للكل. فعشان كذا كان يريد يراوي العالم مدى قوة السلاح، يريد يستخدمه مرة عشان ما حد يستخدمه مرة ثانية. فلسفة ورؤية ممكن نعتبرها مريضة، لكن في جزء واقعي فيها، والدليل ان لليوم ما حد استخدم سلاح نووي في حرب من ذاك الوقت، لان استخدام السلاح النووي اليوم راح يكون دمار للجميع، ما حد راح يفوز، انت تضرب بنووي عدوك راح يضرب بنووي وخلاص العالم كله راح يتدمر. المهم وصلنا لشهر يوليو سنة 1945، وقتها أوبنهايمر وجماعته خلاص حسوا انهم وصلوا لهدفهم، وصلوا لنموذج القنبلة النووية المتكامل اللي راح يشتغل وياهم. القنبلة هذه كانت مبنية على نموذج الامبولجن اللي تكلمنا عنه، كرة البيسبول اللي محاطة بالمتفجرات. فالحين كيف راح يعرفون ان القنبلة النووية هذه فعلا تشتغل؟ لازم يسوون تجربة تفجير، لان مثل ما قلنا في كثير عناصر داخلة في القنبلة هذه، كرة البلوتونيوم، المتفجرات اللي حولها، البطاريات اللي راح تشغل اجهزة التفجير، توصيلات واسلاك دقيقة كثيرة، يعني عناصر لا حصر لها لازم تشتغل مع بعض بطريقة مثالية عشان تنجح القنبلة. فلازم يجربون عشان يتأكدون انها شغالة. فاول شيء حددوا المكان اللي راح تصير عليه التجربة، منطقة صحراوية فاضية واسعة جدا في صحراء نيو مكسيكو وقريبة من مدينتهم السرية في لوس ألموس. تم تحديد يوم التجربة بتاريخ 15 يوليو سنة 1945. اللحظات اللي كانت تسبق التجربة كانت لحظات توتر وترقب فظيعة. كانوا يجهزون موقع التفجير، جابوا معاهم أغراضهم وأدواتهم والقنبلة النووية اللي جهزوها للاختبار هذا. هذا البرج استخدموه عشان يرفعون القنبلة عن الأرض، لأنهم ما راح يفجرونها وهي على الأرض، لأن الانفجار كذا مثل الكرة، فلو كانت القنبلة لازقة في الأرض قوة الانفجار اللي بتتجه للأسفل باتجاه الأرض راح يتم امتصاصها، فالانفجار ما بيكون فعاليتها الكاملة، فراح يفجرونها على ارتفاع 30 متر عشان قوة الانفجار تنبعث بشكل كامل. هذه الكرة المعدنية اللي تشوفونها قدامكم هي القنبلة النووية اللي راح يفجرونها. الكل كان مترقب، وأوبنهايمر
كان متوتر بشكل فظيع، حتى بعد ما رفعوا القنبلة لأعلى البرج قاعد يشيك عليها أكثر من مرة ويمر على كل التوصيلات والأجهزة اللي فيها يحاول يتأكد أن كل شيء في مكانه. الكل كانوا ملاحظين التوتر والقلق اللي كان يحس فيه، وأوبنهايمر كان مدخن شره، وفي هذاك اليوم دخن أكثر من أي يوم ثاني حتى بشهادة زملائه، فكانوا عارفين أنه متوتر، وهم بعد كثيرين منهم كانوا متوترين. تخيلوا أنه حتى كانت في مخاوف أنهم يحرقون الكوكب كله بهالتجربة. كيف ممكن القنبلة هذه تتفاعل ويا الهيدروجين اللي موجود في الجو، والحرارة العالية تؤدي لما يعرف بتفاعل الاندماج ما بين ذرات الهيدروجين اللي موجودة في طبقات الجو؟ تفاعل الاندماج هذا هو تفاعل عكس تفاعل الانشطار اللي يصير في القنبلة، وأيضا تفاعل الاندماج يولد طاقة مجنونة. وبعدين بالمناسبة راح يكون المبدأ الأساسي للقنبلة الهيدروجينية اللي راح تخترع بعدين، واللي بتكون أقوى من القنبلة الذرية. فالخوف كان أن قنبلتهم النووية هذه من قوتها تؤدي لتفاعل اندماج بين ذرات الهيدروجين الموجودة في طبقات الجو، والتفاعل هذا يتمدد على طول الغلاف الجوي للكرة الأرضية كلها، فتحترق الأرض كلها بسبب هالقنبلة. هذا كان تخوف حقيقي وموجود عند بعض العلماء، وما كان حد متيقن من الجواب إذا كان هالشيء ممكن يصير ولا لا، بس في كل الأحوال كملوا في الاختبار. وقبل الفجر في يوم 16 يوليو 1945، والدنيا بعدها ظلام، اقتربت لحظة التفجير. أوبنهايمر كان قاعد في واحدة من الغرف المحصنة اللي بنوها حول الموقع، والقنبلة كانت معلقة في البرج على ارتفاع 30 متر. الكل كان مترقب ومتخوف، ما عارفين هل هذا الاختبار بينجح ولا بيفشل ولا بيؤدي لكارثة. أوبنهايمر كان قاعد يراقب من الغرفة البعيدة ومعاه زملائه، وطبعا ما كانوا الوحيدين، في غرف مراقبة كثيرة محاوطة الموقع، كاميرات قاعدة تصور، جنود متأهبين لأي طارئ، دوت صفارات الإنذار عشان الكل يتأهب وياخذون حذرهم، وبدأ العد التنازلي. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. وفجأة تحول الليل لنهار. اللي كانوا حاضرين في هذيك اللحظة قالوا انهم حسوا كأنه في شخص فتح باب فرن حار، مع انهم كانوا واقفين على مسافة بعيدة من الانفجار. ضوء برتقالي ملى الارض والسماء، صوت رعد ودوي مجنون، قوة عنيفة خلت الارض تهتز تحتهم، اللهب والنار ملى المشهد قدامهم، وشافوا بعيونهم اول سحابة فطر تنتج عن انفجار نووي. كل الانفجارات النووية تكون بشكل سحابة الفطر هذه، واللي قدامهم كانت اول سحابة فطر في التاريخ. المشهد كان مهيب، مخيف، مرعب، وعرف أوبنهايمر لحظتها انهم وصلوا للقوة اللي ممكن تدمر العالم. خلونا نسمع وصف أوبنهايمر لردة فعل الناس اللي كانوا موجودين حوله في هذيك اللحظات. Few people laughed, few people cried, most people were silent. أخبار نجاح الاختبار وصلت لقيادة الجيش والرئيس الأمريكي بسرعة، واللي كانوا ينتظرون الأخبار على أحر من الجمر. الرئيس الأمريكي وقتها ترومان صعد خطاباته ضد اليابان، كان عارف أنه صار يملك السلاح اللي بيخليهم يخضعون، وأكد أنهم يطالبون اليابان بالاستسلام الكامل والغير مشروط، وإلا العواقب راح تكون وخيمة. وطبعا العواقب هي أنهم راح يرمون قنابل نووية عليهم، بس ما حذروا بهالشيء وما تكلموا عن القنابل النووية، كانوا يريدونها مفاجأة. الحين ممكن بعضكم يفكرون، معقولة بهالسهولة ممكن يرمون قنبلة تبيد مئات الآلاف من البشر الأبرياء في لحظة؟ وين حقوق الإنسان؟ وين القيم الغربية اللي يتشدقون فيها اليوم؟ وكيف هذه ما تعتبر جريمة حرب؟ شوفوا، هي جريمة حرب بدون شك، لكن جرائم الحرب ما تتطبق إلا على الخاسر في الحرب. المنتصر مهما ارتكب في الحرب يعتبر بطل، والعالم في ذاك الوقت كان عالم مختلف. الحرب العالمية الثانية كانت حرب مدمرة، أفظع حرب مرت على هالكوكب لليوم، حرب استمرت لسنين، العالم كله كان مشلول ومتدمر، الاقتصاد متدهور، الناس ما عارفة تعيش حياتها. ضحايا الحرب هذه يقدرون ب 70 مليون إنسان حول العالم، 70 مليون إنسان، فيعني إنك تقتل مئات الآلاف بقنبلة نووية شيء مجنون وفظيع، لكنه ما كان دمار وخسارة فظيعة جدا مقارنة بالصورة الكبيرة اللي هي الدمار والخسارة اللي سببتها الحرب بالمجمل. فالأمريكان كانوا يشوفون أن إذا كان قتل مئات الآلاف بسلاح فظيع مثل القنبلة النووية راح ينهي الحرب،
وهذا شيء مستعدين يسوونه، مستعدين يقايضون حياة مئات الآلاف مقابل الملايين اللي ممكن يموتون لو استمرت الحرب. والمقايضة سهلة بالنسبة لهم، في النهاية هذيل اللي بيموتون حتى لو كانوا مدنيين فهم من رعاية دولة العدو. وترى اليابانيين ما كانوا أحسن من الأمريكان، كانوا يستهدفون الأبرياء والمدنيين دائما، ولو كانت عندهم القنبلة النووية كانوا استخدموها بدون تردد. اليابانيين كانوا متوحشين في الحرب. طبعا يظل كل هذا ما ينقص من فظاعة الحادثة هذه، لكن أنا أحاول أنقل لكم الصورة اللي كانت موجودة في العالم وكيف كانوا يفكرون وقتها. العالم كان ساحة حرب مفتوحة، عالم مختلف عن اللي إحنا فيه اليوم، فما حد كان بيقعد يتساءل وقتها إذا استخدام القنبلة النووية شيء أخلاقي أو إنساني، ما حد فاضي لهالحوارات. كل اللي يريدونه أن الحرب تنتهي بأي طريقة. كان ممكن يكون في خيار بديل، وهو أنهم يفجرون القنبلة على مدينة أو مكان مش مأهول بعدد كبير من السكان، بحيث أنهم يقللون عدد الضحايا، بس في نفس الوقت يستعرضون قوة سلاحهم الفتاكة ويزرعون الخوف في اليابانيين ويجبرونهم على السلام. لكن الخيار هذا رفضته القيادة الأمريكية، وحتى أوبنهايمر كان رافضنه. كانوا يريدون الضربة تكون موجعة، لأن من وجهة نظرهم اليابانيين مستحيل يستسلمون بدون ضربة مدمرة جدا. وفعلا يعني اليابانيين ترى كانوا مستحيل يستسلمون إذا ما كانت الخسائر فظيعة والدمار ساحق، لأن أمريكا أوريدي كانت تقصفهم ليل ونهار. وترى ضحايا القصف الأمريكي على اليابان بدون القنابل النووية كان أكبر بكثير من الناس اللي ماتوا بسبب القنابل النووية. يعني مثلا ليش أمريكا ما ضربت طوكيو بالقنبلة النووية؟ طوكيو هي العاصمة والمدينة الأكبر وعدد سكانها أكثر. السبب لأن طوكيو كانت أوريدي مدمرة من القصف الأمريكي، وفي مدن كثيرة كانت ممكن تكون هدف أحسن للقنبلة النووية من ناحية الدمار، لكن لأن المدن هذه كانت مدمرة أوريدي من القصف فما كان تفجير القنابل النووية فيها منطقي، ما كانت راح تؤدي للدمار والضربة المطلوبة. وتخيلوا ان اللجنة اللي تم تشكيلها عشان تختار المدينة اللي راح يتم اسقاط القنابل النووية عليها قدمت طلب للقوات الجوية من اشهر عشان تكف القصف عن بعض المدن اللي ممكن تكون اهداف مناسبة للقنبلة النووية، يريدونهم ما يقصفونها عشان ما يدمرونها، عشان تظل مناسبة كاهداف للقنبلة النووية. مجرد انك تفكر في هالشيء تحس انك تريد تقول شهل عالم المريض هذا. المهم في النهاية وقع الاختيار على مدينة هيروشيما، واللي كانت مدينة مهمة لليابانيين، كانت مركز عسكري ومركز صناعي وما كانت مدمرة من القصف. ففي يوم 6 أغسطس سنة 1945 ثلاث طيارات أمريكية كانت تطير باتجاه هيروشيما، واحدة منهن كانت شايلة القنبلة النووية اللي كان اسمها ليتل بوي أو الولد الصغير، وهذه الطيارة أسقطت القنبلة على هيروشيما. لحظة الانفجار كانت مرعبة، حتى الطيار والجنود اللي كانوا في الطيارة لما شافوا الضوء اللي طلع وحجم الانفجار ما كانوا مصدقين، حتى هم ما كانوا مستوعبين حجم وقوة القنبلة النووية هذه اللي رموها على المدينة. الدمار اللي خلفته القنبلة كان فظيع، حولت المدينة إلى ركام في غمضة عين، ما بقى لا حجر ولا شجر ولا بشر. التقديرات تقول أن القنبلة هذه قتلت ما بين 100 إلى 120 ألف إنسان، معظمهم ماتوا في لحظة الانفجار والبقية ماتوا بعدين بسبب إصاباتهم. فتخيلوا كل هالعدد من البشر يموتون بضربة واحدة بسبب طاقة انبعثت من مادة حجمها ما يتجاوز حجم كرة البيسبول. شيء لما تفكر فيه تحس أنه سحر أو خيال أو شيء المفروض أنه ما يكون واقعي. الرئيس الأمريكي ترومان طلع بعدها في خطاب يعلن عن القوة الجديدة اللي صارت في إيد أمريكا، قوة القنبلة النووية، وأعلن انتصارهم الكامل في الحرب، وطالب اليابان وإمبراطورها بالاستسلام على طول. في لقطة غريبة في هالخطاب وهو يضحك، ما أدري شو سبب اللقطة هذه، كأنه كان في كت في الفيديو. نتكلم عن الفيديو الأصلي، ضحكة شيطانية غريبة، يعني حتى لو كنت أنت منتصر أنت ألقيت قنبلة قتلت مئات الآلاف من البشر من المدنيين والأبرياء، كيف تطلع في خطابك تضحك؟ وهنا الواحد يسأل هل أمريكا وحلفائها كانوا أحسن من هتلر والنازيين؟ بس تخيلوا رغم الضربة المدمرة هذه اليابان ما أعلنت الاستسلام على طول، يمكن من الصدمة أو يمكن لأنهم كانوا مستعدين لكل شيء إلا الاستسلام. على كل حال الأمريكان كانوا جاهزين قنبلتهم الثانية. القنبلة هذه أطلقوا عليها اسم فاتمان الرجل السمين، وبتاريخ 9 أغسطس 1945 يعني بعد 3 أيام بس من قنبلة هيروشيما تم إسقاط القنبلة الثانية على مدينة ناغازاكي. الدمار كان فظيع مثل القنبلة الأولى، المدينة دمرت تماما، بس الضحايا هالمرة
كانوا أقل لأن المدينة كانت أصغر، كان عددهم يقدر بستين إلى ثمانين ألف إنسان. طبعاً في صور ولقطات كثيرة للدمار والمصابين وغيرها، بس كلها أشياء ما أقدر أشاركها وياكم. اللي عنده فضول يقدر يروح ويبحث عنها بنفسه. الشيء الجيد الوحيد اللي طلع من الكارثة هذه هو أن إمبراطور اليابان قرر يخضع ويستسلم عشان يجنب شعبه الدمار الشامل اللي ممكن يحل عليهم بسبب هالقنابل. وتم توقيع اتفاقية الاستسلام الكامل والغير مشروط بتاريخ 2 سبتمبر 1945، وبكذا انتهت الحرب العالمية الثانية، والعالم والناس احتفلوا بهالمناسبة في مختلف دول العالم. أخيرا بعد كل سنوات الحرب الطويلة هذه انتهى الكابوس. بعد الانتصار العظيم هذا، أوبنهايمر كان البطل في الإعلام، وجهه وأخباره على الصحف والمجلات، مؤتمرات صحفية، تكريم وتقدير من كل الناس، كان مركز الاهتمام. في النهاية هو الرجل اللي أنهى الحرب. بس أوبنهايمر رغم أنه كان ظاهريا سعيد، لكن في نفسه كان عارف أنه بعده هو الرجل المسؤول عن موت مئات الآلاف من البشر. السلاح اللي اخترعه هو اللي قتلهم. مهما سوى هالحقيقة مستحيل تروح من باله، والحين السلاح هذا خلاص صار موجود في العالم، والله أعلم شو النتائج اللي بتترتب على هالشيء في المستقبل. مثل ما قلنا، كانت أمنيته أن بعد ما العالم يشوف القوة المدمرة للسلاح هذا ما بيستخدمونه مرة ثانية، بالعكس هو كان يريد القنبلة هذه تكون وسيلة لصناعة السلام. كان يقول أنه لو صارت حرب عالمية ثالثة فعلى الأغلب راح تكون نهاية العالم، لأن البشر صار في يدينهم أسلحة الدمار الشامل اللي ممكن تدمر كل شيء. فمن بعد ما انتهت الحرب، أوبنهايمر ترك الشغل على القنابل والأسلحة النووية، رغم أن الجيش والقيادة الأمريكية كانت متوجهة لتطوير وتعزيز القوة هذه. الشيء اللي كان أوبنهايمر معترض عليه كان يقول أن خلاص إحنا وصلنا لقنابل تمسح مدن، ليش نريد أكثر؟ شو راح نستفيد؟ حاول إنه يوصل هالرسالة لأعلى المسؤولين، ومن ضمنهم الرئيس الأمريكي ترومان ذات نفسه. في مرة من المرات حجز موعد وياه وراح يقابله في البيت الأبيض، وحاول يوصل له فكرة إنه ما في داعي لتطوير الأسلحة هذه أكثر والسعي وراء قوة أكبر. لكن ترومان بدل ما يناقشه في هالنقطة سأله سؤال، قال له متى تتوقع إن الروس راح يوصلون للقنبلة النووية؟ أوبنهايمر تفاجأ بالسؤال وما فهم مغزاه، بس جاوبه وقال له ما أدري، يمكن في المستقبل بعد كم سنة. فترومان قاطعه وقال له لا، أنا أعرف، ما راح يوصلوا لها أبدا. قاله كذا بنبرة عنيفة كأنه يقول هذه القوة النووية مالتنا إحنا وبس. هني أوبنهايمر فهم أن ترومان جاهل وما يعرف كيف العلم هذا والفيزياء تشتغل. هذا علم مهما سويت ما بتقدر تحصله لنفسك. ترومان وأوبنهايمر ما كانوا متفاهمين أبدا، بس أوبنهايمر كان يحاول يوصل له فكرة أن العالم ما محتاج هالقوة. ففتح يدينه وقال له يا سيادة الرئيس، أنا يديني ملطخة بالدم، كأنه يشير إلى أنه هو السبب في الدمار اللي صار بسبب القنابل النووية والضحايا اللي ماتوا بسببها. هالشيء أزعج ترومان وبالعكس حسسه بالإهانة. ترومان كان شايف أنه هو المسؤول عن قرار تفجير القنابل النووية، فمنو هذا عشان يجي ويكلمه بهالطريقة؟ فطرد أوبنهايمر من مكتبه وقال لمعاونينه ما أريد أشوف هذا الطفل البكاي مرة ثانية. رغم هذا أوبنهايمر استمر بجهوده ومحاولاته في الحد من تطوير الأسلحة النووية، وكان حتى جزء من فريق العلماء اللي كانوا يقترحون نزع السلاح النووي عالميا. بس خلاص السلاح النووي صار واقع ما حد يقدر يتفاداه، صار جزء من هذا العالم. وفي سنة 1949 الاتحاد السوفيتي اختبر أول قنبلة نووية من صناعتهم. الخبر صعق الأمريكان والرئيس الأمريكي وخلاهم يطلقون صفارات الإنذار. أمريكا ما صارت الدولة الوحيدة اللي عندها أسلحة نووية، والحين بدوا يستوعبون أن إذا قامت حرب بينهم وبين الاتحاد السوفيتي أو أي دولة نووية ثانية فهم ممكن يدمرون بعض بسرعة مجنونة. فيا ترى شو كان جواب الأمريكان على هالتهديد الجديد؟ خلنا نصنع قنبلة أقوى، القنبلة الهيدروجينية. مخترع القنبلة هذه كان عالم اسمه إدوارد تيلر، وكان من العلماء اللي اشتغلوا مع أوبنهايمر في صناعة القنبلة الذرية. لكن من ذاك الوقت، من وقت تجاربهم حتى قبل ما يخلصون صناعة القنبلة الذرية، كانت في باله فكرة القنبلة الهيدروجينية اللي مثل ما قلنا تعتمد على تفاعل اندماج ذرات الهيدروجين بدال تفاعل الانشطار مثل القنبلة الذرية. بس بعد فيها تفاعل انشطار مبدئي، وبعد ما يخلص التفاعل الانشطار
يصير تفاعل الاندماج. ما راح ندخل او نشرح التفاصيل العلمية كيف تشتغل القنبلة الهيدروجينية، اللي يريد يقدر يبحث، لكن خلونا نقارن قوة انفجارها بقوة انفجار القنبلة الذرية. هذا حجم انفجارات القنابل الذرية اللي طاحت على هيروشيما وناغازاكي، وهذا حجم انفجار القنبلة الهيدروجينية، اقوى منهم بألف مرة، شيء فظيع. القنبلة الهيدروجينية بضربة واحدة ممكن تبيد ملايين البشر. إذا كانت القنبلة الذرية تقدر تمسح مدن، فالقنبلة الهيدروجينية ممكن تمسح الدول بالكامل. قوة مجنونة ما تتصدق. ورغم كل الاعتراضات اللي قدمها أوبنهايمر والعلماء اللي كانوا في صفه، لكن مشاريع تطوير القنابل هذه ظلت مستمرة. وأوبنهايمر بسبب إصراره واعتراضاته هذه صنع لنفسه كثير من الأعداء من المسؤولين في البلد، وفي النهاية حتى سووا له مشاكل كثيرة وجابوا أشياء من ماضيه. أوبنهايمر في الماضي قبل الحرب كان يميل للفكر الشيوعي، وكانت حبيبته السابقة شيوعية من النوع القوي، ومن بعدها زوجته أيضا كانت شيوعية، أخوه بعد كان ينتمي للحزب الشيوعي، وطبعا الفكر الشيوعي مربوط بالاتحاد السوفيتي. فوقت الحرب لما كانوا هم وأمريكا حلفاء، ما كانت السلطات الأمريكية حادة جدا في تعاملها مع الفكر الشيوعي وأصحابه، كانت تعارضة لكنها ما كانت ماخذة منه موقف قوي. بس بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ودخول أمريكا والاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، بدت السلطات الأمريكية تعتبر أي شخص يحمل الفكر الشيوعي خطر أمني، وأجهزة الأمن والاستخبارات والإف بي آي يحطونه تحت المراقبة. فرغم أن أوبنهايمر ما كان منغمس في الفكر الشيوعي وقتها، لكن لأنه صنع لنفسه كثير من الأعداء الأقوياء في الدولة، هذيل الأعداء بدوا يطلعون ماضيه ويشهرون فيه، وكانوا يتهمون أنه جاسوس وأنه يسرب أسرار الدولة للاتحاد السوفيتي، وطالبوا بسحب صلاحياته الأمنية لأنه كانت عنده صلاحيات أمنية عالية المستوى. في النهاية هو مخترع القنبلة الذرية. وآخر شيء حتى سووا له جلسة استماع كانت أقرب لجلسة محاكمة، وشهروا فيه في هالجلسة وجابوا شهود من زملائه، حتى زملائه اللي كانوا يشتغلون وياه، من ضمنهم إدوارد تيلر اللي اخترع القنبلة الهيدروجينية، واللي خانه وطعنه في الظهر وشهد ضده في هالجلسة بس لأن أوبنهايمر كان معترض على تطوير القنبلة الهيدروجينية. فيعني الطعنات كانت تتوالى عليه من القريب والبعيد، وفي النهاية تم نزع صلاحياته الأمنية واستبعاده من أي أعمال تخص الحكومة أو الدولة. وبعدها أوبنهايمر اعتزل العالم، وحتى اعتزل الفيزياء تقريبا، وكان بس أحيانا يطلع في بعض اللقاءات والمقابلات الصحفية ويعبر عن آراءه في اللي يصير، وأحيانا يحكي القصص والأحداث اللي صارت وياه أثناء شغلهم على القنبلة النووية. وفي واحدة من هذه المقابلات ذكر اقتباسه الشهير وإحساسه بعد ما شاف انفجار القنبلة النووية لأول مرة. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. في النهاية أوبنهايمر انصاب بسرطان الرئة، التدخين الشره تمكن منه، ومات في سنة 1967 وعمره 62 سنة. قصة أوبنهايمر ما اعتبرها تنتهي بموته، بالعكس اعتبرها مستمرة للحين. اللي سواه أوبنهايمر من ذاك الوقت لا زال تأثيره موجود لليوم. اختراعه غير مسار العالم للأبد. أي حرب نووية ممكن تقوم في العالم اليوم راح تكون نهايته. على الأغلب ما راح ينقرض الجنس البشري، لكن حياتنا هذه بتنتهي، الحضارة بتنتهي، التكنولوجيا بتنتهي، بندخل في عصر الأبوكاليبس، انهيار العالم. فما أعتقد أن بيدينا شيء غير أن ندعي ربنا أن هالشيء ما يصير، وأن المسؤولين في الدول اللي عندها الأسلحة الفتاكة يكونون أعقل من أنهم يستخدمونها. وبصراحة أنا أكثر واحد خايف منه هو الدبدوب اللطيف هذا، بس نقول إن شاء الله أن عم الصيني راح يأدبه وما يخليه يتهور. لا بس جد، يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف توترات مخيفة ما بين القوى العظمى في العالم، أمريكا، روسيا، الصين. هذيل الدول هم اللي عندهم أكبر ترسانة نووية، لو دخلوا في حرب نووية فعلى الدنيا السلام. الواحد بس يدعي أنهم يظلون عاقلين. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم ادعموني بلايك لطيف وحلو مثلكم، واللي ما مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصل الفيديوهات الجديدة. وإذا تريدون تستمتعون أكثر، هذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. وبس والله أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.